وقبل التفاصيل وبالعودة إلى تفكيك الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم داعش، يباشر اليوم المكتب المركزي للأبحاث القضائية عملية تفتيش في مرآب عمارة سكنية بمنطقة تمارا، توجد بها شقة مملوكة لشقيق المشتبه فيه الرئيسي للاشتباه في وجود عربة للتبريد مملوكة للمعني بالأمر، ويحتمل أنها كانت أو تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال. عربة التبريد المشكوك فيها تم رصد مكان إخفائها بناء على المعلومات التي أسفر عنها البحث التمهيدي، خصوصا إفادات زوجة المشتبه فيه الرئيسي التي أرشدت ضباط الشرطة القضائية للمكان المعني، وحضرت جميع إجراءات التفتيش التي أسفرت عن حجز العربة وهي موصدة بشكل محكم، مما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلامة قبل فتحها. إجراءات المسح والتفتيش داخل العربة مكنت من العثور وحجز 6 قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب كبيرة، وكذا حاويتين من البلاستيك تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوكا فيها، سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية.